دائما في سياق الرحلات الجوية، حطت صباح اليوم الخميس طائرة بمطار ابن بطوطة الدولي بطنجة تقل مسافرين قادمين من فرنسا وتحديدا من مطار شارل دوغول بالعاصمة الفرنسية. فريق كاب 24 تي في توجه إلى مطار ابن بطوطة لينقل لنا أجواء وصول هذه الرحلة في هذا الروبورتاج مع أنس العمالي وإنصاف الحموتي. نتواجد الآن بمطار ابن بطوطة الدولي بمدينة طنجة، حطت صباح اليوم أول طائرة منذ فترة توقف طويلة قادمة من مطار شارل دوغول بالعاصمة الفرنسية باريس، وعلى متنها مغاربة العالم وسياح أجانب. العملية وحسب التعليمات الملكية تمت في أحسن الظروف الممكنة. المسؤولون بالمطار عبأوا مختلف الإمكانات البشرية واللوجستية لمواكبة هذه العملية. أكيد أيضا مؤسسة محمد الخامس للتضامن كانت تواكب عملية استقبال مغاربة العالم. للحديث عن العملية معي الأستاذ اليعلاوي عبد الغني رئيس قسم الاستغلال المطارات، حدثنا أكثر عن هذه العملية. من ناحية العملية المرحبة تدوز في أحسن الظروف نظرا لتوفر المطار على الموارد البشرية واللوجستيكية والحضور المكثف ديال مؤسسة محمد الخامس للتضامن اللي تتشرف على هذه العملية. وحنا الدور ديالنا هو تسهيل المأمورية على المسافرين، لا من ناحية المراقبة من الصحية ولا جوازات السفر ولا تسليم الأمتعة والمراقبة الجمركية، وتوفر مطار طنجة ابن بطوطة على جميع الاحتياطات الاحترازية ضد كوفيد، حيت انتم شفتوا معنا لا 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 التشوير الأرضي ولا الأفقي ولا المعقم ولا، وكذلك سنوزعوا على المسافرين اللي تيجيو الكمامة حتى اللي تيدخلوا للمطار. سجلنا من 15 إلى 24 يونيو ما يزيد على 250 رحلة إيابا وذهابا بطبيعة الحال دولية، وما يزيد عن 25,000 مسافر. وهذه العملية هذه من طبيعة الحال حنا مجندين ليها، لأن صاحب الجلالة نصر الله عطاه واحد الأهمية كبيرة، ودائما تنديروا واحد الاجتماع حنا بجميع الفاعلين، ممثل الأمن الوطني وممثل الجمرك وممثل الشركات الجوية والمكتب الوطني للمطارات، تنديروا اجتماع يوميا لدراسة اليوم المتوالي باش ما يكونش عندنا واحد التدفق ديال المسافرين أو الرحلات، باش العملية تدوز على أحسن مورا إن شاء الله بإذن الله.